انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. سبحانه كان قبل كل شيء ويبقى بعد كل شيء، وفوق كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانك ربنا، من تكلم سمعته، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. مشاهدي الكرام، مشاهدي برنامج ازرع جميلا أو برنامج الحلم على شاشتكم، شاشة قناة الندى الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. يشرفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور سعد أحمد مصطفى، الخبير الزراعي والمهندس الزراعي الاستشاري. أهلا وسهلا معالي الدكتور. أهلا بك أخي. في كل حلقة من حلقات برنامج الحلم، في بداية البرنامج دايما أذكر حضراتكم بفكرة مشروع الشركة المصرية، وهي فكرة إنشاء مدينة الخيرات، مدينة زراعية صناعية سكنية على أرض مصرية تعمل بالطاقة الشمسية. الشركة المصرية تقيم مدينة متكاملة في منطقة جنوب العالمين، في منطقة المغرة أو المغرة. الشركة تمتلك تقريبا 14 ألف فدان في هذه المنطقة، تقيم مشروع زراعي صناعي سكني، تعطي الأرض مجانا، تحصل على مقابل هذا المقابل للاستصلاح وللزراعة. الشركة تستصلح الأرض وتزرعها بنبات اسمه نبات الجوجوبا. نبات الجوجوبا قصة كبيرة جدا. النهاردة في بداية الحلقة يعني فكرت أن أنا أول سؤال ممكن أطرحه على الدكتور سعد أحمد مصطفى، إيه قصة الجوجوبا؟ الجوجوبا دي نبات كنز، فعلا كنز، وحصلنا عليه وكان بيضيع مننا. احنا في حاجة لهذا النبات لعدة عوامل. اول حاجة ان احنا دلوقتي في ظروفنا الحالية احنا نشتغل على 7% المزارع بتاعتنا والمباني وكل حاجة، لابد ان احنا نتوسع، ولابد ان احنا يكون عندنا اكتفاء ذاتي. والارض بتاعتنا بتقل من المباني، بالنحر بتاع البحر، فاحنا لابد ان احنا نتوسع. فدان الارض دلوقتي في الدلتا بقى ب2 مليون جنيه، لازم نتوسع على ايه؟ فحاليا احنا كان عندنا محصول استراتيجي مهم قومي اسمه القطن. القطن ده كان كل الفلاحين بيحتفلوا في جني القطن، وبيحتفلوا والناس بتتجوز وتفرح وتعمل افراحها بمشروعها. مشروع القطن خلص مع موضوع القطن، وقطن طويل التيلة، ما عادش عندنا الامكانيات زي الاول، والقطن مكدس عند الفلاحين. احنا ظروفنا الاقتصادية صعبة، يعني دلوقتي احنا بنستورد حوالي 50% من اكلنا من بره، فلابد ان احنا نفكر ان احنا نطلع من الحيز الضيق بتاع اللي في الوادي ونتطلع الى الصحراء. عندنا صحراء كبيرة، احنا 1,000,000 كيلومتر مربع ما نشتغلش بينهم غير 7%، فلابد ان احنا نتجه للصحراء. فالصحراء مصر لابد ان احنا نجد لها نبات يلائم ظروف صحراء مصر، من حيث التربة، ومن حيث الجو، ومن حيث احنا لابد نحط في تفكيرنا احتياجات النبات اللي هزرعه للمية، لان المية احنا عندنا نقص في المية، والمية اللي عندنا 55.5 مليار لا تكفي، وعندنا فقر مائي، لان الفرد المفروض يكون عندها 90 مليار على حسب
الإحصائيات اللي بتقول إن كل واحد له 1000 زراعة واستهلاك آدمي والحاجة. فإحنا عندنا فقر في المية ونقص، وعندنا وضع سيء، فلا بد إن إحنا نختار نبات يتحمل ظروفنا، يتحمل نقص المية، يتحمل العطش، والصحراء أغلب المية ملحة، يتحمل الملوحة ويتحمل الكثير والعطش والجفاف. فإحنا اخترنا نبات الجوجوبا. هذا النبات يتحمل جميع ظروف الصحراء المصرية وتناسبه الجو بتاعها، لأنه يتحمل لغاية 50 درجة مئوية، وممكن يتحمل درجات برودة ناقص 4 لفترة محدودة، واختلاف حرارة الليل والنهار يساعده على التزهير وعطاء محصول جيد. كل هذه الظروف موجودة، فاخترنا الصحراء الغربية اللي بتمثل 68% من مساحة مصر، متروكة فيها زراعات متناثرة، واخترنا منطقة المغرة لأن احنا نبتدأ، حيث دي واحة كانت موجودة من قديم الأزل. هذه الواحة احنا ما بنعملش حاجة، احنا بنحيي الأرض بعد موتها. كان في هذه المنطقة حضارة، وكان فيها سلت غذاء مصر للرومان. هكلم حضرتك دكتور سعد عن ليه اخترت المكان او مميزات الموقع اللي هو موقع المغرة او المغرة جنوب العالمين. بس المهم اللي احنا عايزين نعرف برضو انتشار نبات الجوجوبا في الفترة دي. بدأ نبات الجوجوبا ينتشر، وينتشر بسرعة شديدة جدا في مصر وفي خارج مصر. ايه مدى انتشار الجوجوبا في الفترة الحالية؟ الحقيقة احنا كان عندنا مشروع بتدعمه الفاو United Nations لزراعة الجوجوبا، وكان المشروع دي معونة لنا والإسرائيل في سنة 85. تمام. المشروع عندما طلع وبشر وبالخير انقطعت الفاو عن مساعدتنا، وترك المشروع مهملا، مساعدة كلها اتجهت لإسرائيل. أسف شديد، احنا في عندنا ناس عارفين أهمية هذا النبات، وابتدوا بمجهودهم الشخصي زي الدكتور، زي المهندس نبيل الموجي والمهندس والدكتور أحمد والدكتور كمال خليل، كل جماعة دكتور أحمد فؤاد، دكتور أحمد فؤاد. دول الناس الأوائل في التفكير في الجوجوبا، وهم فعلا لهم الفضل في زراعة الجوجوبا، دكتور الموجي والدكتور أحمد فؤاد والدكتور كمال. ابتدوا خلاص لازم نعتمد على نفسنا، إسرائيل اشتغلت، فابتدوا يزرعوا جوجوبا ويجربوها، ونتجت عندهم نتائج جيدة من حيث المحصول، فابتدوا هم بمجهودهم الشخصي يزرعوا الجوجوبا وانشروا زراعة الجوجوبا لأنها بتتحمل كل الظروف دي. انتشرت الجوجوبا بقى في مصر، أعتقد اللي شجع زراعة الجوجوبا في مصر الشركة المصرية. تمام. فعلا هي اللي شجعتها بالبرنامج اللي سيادتك بتحضره كل أسبوع، ونحضر فيه الأساتذة والناس المختصين لشرح الجوجوبا. الناس قعدت تبص إيه هو المشروع ده، وبيجيب إيه، واقتصادياته إيه، وينفع في إيه، فالناس اتجهت لزراعة الجوجوبا. أنا شخصيا كنت في معايا ناس راحوا أسيوط وشافوا الجوجوبا وجابوا لي نماذج من الجوجوبا. النماذج دي انا بذور يعني البذور دي الحقيقه سيادتك شوفها دي بذور جوجوبا دكتور، بذور جوجوبا. انا بس دي اللي يشوفها يقول فول سوداني مش جوجوبا. فعلا البذور دي بذور بتحتوي على نسبه كبيره من الزيت وتنبت بسرعه، ودول مجهود ما هياش جهه علميه اللي عاملاها. فاشتغل ده مزرعة من المزارع اللي هي بشغلها شغل خاص، أي خاص شغل فردي، في شغل فردي. واتجهت المحافظة تزرع برضو هناك الجوجوبا، وبعد كده الواحات البحرية ابتدوا يزرعوا الجوجوبا، الوادي الجديد ابتدى يزرع الجوجوبا، تشكى تزرع الجوجوبا، الطريق الصحراوي بيزرع الجوجوبا، الإسماعيلية وسينة، كل ده يعني في اتجاه قوي دلوقتي جدا في مصر جدا زراعة الجوجوبا. لما اقول لك ليه هم عاوزين يزرعوا الجوجوبا، ليه؟ عشان ايه؟ دلوقتي الجوجوبا زي ما قلت لحضرتك في الاول ان هي بتتحمل ظروف قاسيه جدا، يعني قله الميه. احنا قله الميه دي عامل خط تحته 100 خط، لان احنا الميه بتاعتنا محدوده، عندنا مشاكل في الميه، سد النهضه و9000 مليار هيضيعوا مننا،
والزحف العمراني شغلانة كبيرة، لابد ان احنا نزرع حاجة تتحمل الظروف دي كلها ومتكلفش كتير وتكون آمنة ما تتسرقش وما هيش عاوزة عناية خاصة من حيث التأليم والتربية والرش والحشرات والحاجات دي، وتتحمل ظروف الصحراء الأرض الهامشية بتاعتنا، ودي ما أغلبها موجود عندنا، وتزرع في الأرض الرملية وتناسبها ظروف درجة الحرارة لغاية 50 وناقص 4 موجودة متوفرة، فلا بد نتجه لهذه الزراعة. والأكتر بقى من كده العامل، ما أنا كل الظروف ده كويسة بس أنا لازم أعرف أنا المحصول بتاعي هيجيب لي إيه، أنا تمام. طيب بالنسبة كمزارع وهزرع أو كواحد هيعمل مشروع أعرف إيه رايح فين المشروع ده. أنا عاوز أديك شوية إحصائيات خفيفة كده. قبل الإحصائيات عايز أسأل حضرتك، لما سألت حضرتك عن انتشار زراعة الجوجوبا، إحنا اتكلمنا قبل كده في اقتصادياتها كتير جدا، وقلنا إن اقتصادية الجوجوبا عالية، جدا. لكن لما الموضوع ينتشر قوي كده ده ما يكونش مؤثر بالسلب على اقتصاديات الجوجوبا ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا، ولا بد اي واحد عمال، انا بفكر شخصيا ان انا عرضت مشروع قومي لمليون فدان يزرعوا بجوجوبا. طبعا انا برد لك على سؤالك دلوقتي لان ما زلت مصر على هذا بس على المشروع. فكرة موضوع المليون فدان ده في حد تقريبا خد الفكرة مننا وحاليا بيطبقوها في المغرب. ده انا يعني بقول لحضرتك المليون فدان ده عاوز بس دي اقتصاديات. اتفضل. الكيلو الزيت بتباع في امريكا ب 60 دولار، يعني بحوالي 400 جنيه. كيلو الزيت بيطلع من 2 كيلو، يبقى الكيلو بكام؟ ب 200 جنيه. تمام. هنا بقى في مصر احنا قلنا هنا بتتباع من 50 بذور. البذور من 50 ل 100 جنيه. هنا هنخلينا في الحدود الدنيا خالص 50 جنيه، ويتدرج المحصور حتى يصل في حتى بعد المزارع اللي بنشرف عليها في الثامنة والتاسعة لحوالي طن. إسرائيل بقت 2 طن، خلينا في الطن. طن في 50 جنيه، 50 ألف جنيه. طيب 50 ألف جنيه لفدان، الفدان الواحد فدان الواحد. المشروع بتاعنا 50 في حط عليهم بس التصفار، واخد بالك بقى 50 مليار نقدر نحصله من زراعة نبات ده على المستوى القومي، وسد العجز في الميزانية بتاعتنا وزيادة الاحتياطي من النقد اللي نشتري بيه حاجات في تانية. المغرب. الفكرة اللي موجودة في المغرب ان هم في خلال 15 سنة يتم زراعة مليون فدان جوجوبا، يكون العائد من مليون فدان ده تقريبا 800 مليار يورو من المليون فدان. ده دلوقتي دي دخلت المغرب في هذا المشروع. وعاوز اقول لك اضيف لك معلومة، انه بيقيم هذا المشروع واحد مهندس زراعي مصري مصري كان عاوز يشتغل الموضوع ده هنا، وفي مشاكل الارض والتمليك ومش التمليك ومعهوش فلوس. الجماعه قال لهم المشروع فتبنوه وقالوا خد يا عم ادينا المشروع، فعمل له مشروع على 15 سنه يزرع به الجوجوبا مليون فدان. مليون فدان على 15 سنه، وطلع اللي انت قلته فعلا 800 مليار مليار يورو. يورو مش دولار. فاذا دلوقتي الناس ليه بيزرعوا؟ لما زي ما بقول لحضرتك دلوقتي لسبب واحد. حاليا دلوقتي المطلوب من العالم كله مزارعين الجوجوبا 200 ألف طن زيت. زيت. احنا العالم ده كله الناس اللي بتنتج الجوجوبا هنا وهنا وهنا هناك بيعملوا 15 ألف من طن 200 زيت. ألف. إذا النسبة الموجودة 7.5% من المستهدف، من المستهدف. إذا دلوقتي لسه عندنا 92.5% احتياج وعجز في الزيت المطلوب عالميا. في الجوجوبا في عجز حوالي 93%. ايوه. فاذا احنا مهما هنزرع احنا شخصيا كمصريين يساعدنا حاجات كتيره. تعرف انا بسال حضرتك السؤال ده ليه؟ لان العميل اللي بيتعامل مع الشركه المصريه ما يكونش عنده تخوف ان هو بعد 3 سنين او 4 سنين او 10 سنين لما يبدأ المحصول يثبت ويوصل لطن في الفدان يبقى عنده 5 طن في ال5 فدادين، ما يكونش عنده تخوف ان الاقتصاديات دي هتقل. احنا عايزين نفهمه ان الاقتصاديات دي هتزيد، وان الشركة المصرية هتشتري منه بأعلى سعر موجود في البورصة العالمية. عايز اقول لك دلوقتي انتشر في مصر من الحلقات اللي سيادتك بتعملها دي
الشركة بتعملها، انتشر في أماكن كتيرة في مصر. أنا بتصل بيا ناس كتير، أنا عاوز أدخل فيادين جوجوبا، أنا عاوز أعمل مش عارف، انتشر. وإحنا بنعمل الاستعداد إن إحنا يبقى عندنا مشتل كبير يفي باحتياجات الناس اللي طالبة، لأن إحنا متبنيين هذا المشروع. هذا المشروع القومي هيعيد علينا بالخير. يعني مثلا أنت قلت المغرب 800 مليار يورو، واللي عامل الفكرة دي مصري، واحنا قلنا ان احنا ارخص في التكلفه وارخص في السعر من اي دوله. بقول لك احنا نقول 50 عن السعر العالمي 200، احنا الربع. تمام. اذا احنا كمصريين سيبنا من العالم كله نقدر نزرع وننافس الناس المنتجين، لان اجواءنا وتربتنا وعملتنا وظروف النبات ما بتكلفش كتير، ما بتكلفش كتير، مش حاصلها كتير، وما بيرهقناش من الميه. ده بيخلينا نتوسع افقي. تمام. توسع افقي بدل الراس، لان احنا الميه بتاعت فدان مثلا الرز تعمل 10 جوجوب، فاحنا معانا كمان فلوسنا. لو اقول لك انت بتزرع جوجوبا دلوقتي، طب ما تزرع يا اخي حاجه تانية. لا، ده الجوجوبا دي مهمه جدا، لان هيطلع منها الكسك، وهيطلع منها حاجات صناعيه، ويطلع منها حاجات كتير هتنعش الاقتصاد المصري كله. فالجوجوبا هي املنا ومستقبلنا. ودي الحاجه اللي كنت هكلم حضرتك فيها دلوقتي يا دكتور سعد، ان احنا المشروع لا يقتصر على موضوع الزراعه وبس. هو مش قصه زراعه نبات في الارض وان الارض تنبت وبس، لكن هي الزراعه الاساس. ولكن المشروع بيتكامل تدريجيا، ان بعد الزراعه ان شاء الله والنبات يبدا يثمر بعد كده، هيبقى في منظومه تانية صناعيه، في مجموعة صناعات كبيرة هتقوم على زراعة نبات الجوجوبا، عشان المكان يتكامل يبقى زراعي وصناعي وسكني. فعايز حضرتك برضو تدينا لمحة، ايه هي الصناعات اللي احنا هنعتمد عليها الى جانب عصر الجوجوبا وانتاج زيت الجوجوبا اللي هو الاساس اللي هو هيرفع الحالة الاقتصادية؟ ايه الصناعات التانية اللي ممكن نعتمد عليها دلوقتي بالنسبة للجوجوبا؟ بالإضافة إن هي بايو ديزل، ديزل وقود حيوي، لأنه بتحمل درجات ما بنصهرش على درجات الغليان 300، وتقدر الغليان 390، فده في حد ذاته، يعني في حد ذات الصفات اللي بنقول لك عليها إن هي الغليان والانصهار والحاجات دي، ممكن يتحط للمحركات حتى السيارات بتاعتنا، بدل ما تغير على 1000 كيلو هتغير على 30 و40 ألف كيلو. هنا نقدر نعمل صناعة للناس لتشحيم وتزييت المحركات، دي صناعة لوحدها. تمام. كبيرة جدا جدا، لان نشوف عدد سياراتنا قد ايه ومصاريفنا قد ايه. احنا بنوفر، خد يا عم ادي اللي انت هتحط الكيلو ده، بيكفيك 1000 كيلو دلوقتي، هو العادي هيكفيك 10,000. وبعد كده انا ممكن بالزيت ده بحول الاوكتين 80 ل 95 بعد تجارب الجوده. الجوده نفسها في الاوكتين، الحاجه اللي موجوده. بالاضافه لكده ده من 80 ل 95. أيوة. يعني المفروض ان هو بمعنى ان ابو جنيه يبقى ب 5 جنيه او ب 6 جنيه. مظبوط. ندخل بقى في ان احنا الصناعات اللي هتعمل، واحنا بنفكر ان احنا ندرب ناس ونعمل معامل من دلوقتي في مدينة الخيرات، لان اولا مستحضرات التجميل، مستحضرات التجميل 95% من انتاج الزيت في العالم رايح على مستحضرات التجميل، والشامبو والكريم والشعر كل دي مستحضرات تجميل. الجوجوبا برضو بتدخل في مستحضرات التجميل. ايوه، الزيت من حضرات احنا عصرناه، وهنشوف الحاجه اللي طلعت عندنا بنعمل بيها ايه، هنصدر ولا هنصدر. تمام. ولازم هنخلي عندنا نسبه عشان نشغل مدينه الخيرات دي. تمام. هنعملها صناعات جديده. يعني الصناعات دلوقتي ان احنا بنعمل يا جماعه حاجات الزيت عشان السيارات والمحركات، دي حاجه. يا جماعه تعالوا احنا عندنا دلوقتي بننتج منتجات مستحضرات طبية، دي عاوزة مصانع وناس تتدرب وتعمل مستحضرات التجميل، دي عاوزة ناس تتدرب على كل دي مصانع اللي بنقول عليها دي. تمام. دي ما ننتج مبيدات حيوية، يعني
يعني بيوت حشرات واقراص من الجوجوبا برضو، من الزيت اللي احنا عاملين نتكلم، كل ده احنا عاملين نتكلم على الزيت. الزيت يعني ننتج، بنعمل الصناعه الثانيه المهمه جدا، احنا بنهدرجه يعني بنحط فيه هيدروجين فيبقى شمع. الشمع ده هو ما يعتبرش على فكره الجوجوبا ده زيت، ده شمع نص سائل، شمع سائل، ده ما هو صفات الزيت العادي، ده شمع سائل. فلما تهدرج بيبقى شمع، لو انصهر ما يبقاش له بقايا، بيدخل في صناعات عديده جدا، البلاستيك والاحبار والمطاط وشغلان والورنيش، كل ده ناتج من الجوجوبا، من الزيت. دخلنا في مستحضرات التجميل والاوضيه والصيدله ومبيدات مبيدات الحشرات في علاج بعض الامراض وعلاج، ما خلاص ما قلنا المستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل، ده كله شغال، وكل ده له معامل وله مصانع وله فنيين وله شباب هيروح يتدرب. وفي خطه في الشركه المصريه ان فعلا كل المستخرجات دي من زيت الجوجوبا يكون لها خطوط انتاج ومصانع خاصه بها في الموقع. دلوقتي في ناس سافرت من عندنا للصين عشان تشوف الخطوط الانتاج وتشوف ايه اللي بيتعمل في العالم. وعلى فكره في مؤتمر دولي للجوجوبا في جايبور في راجستان في الهند، أهمية هذا المشروع عالميا مش مصر. احنا لحقنا وزرعنا وابتدت سوريا والأردن وفلسطين والمغرب وتونس، جميع البلاد العربية بتتوجه لزراعة الجوجوبا، لأن النفط يتوقع الله بعد فترة. أنا ليه بسأل حضرتك عن خطوط الإنتاج والمصانع؟ آه. احنا عندنا ناس كتير مالهاش علاقة بالزراعة، هو مش متخصص في الزراعة، لكن عنده الرغبة انه يكون له مزرعة وله أرض في الموقع. وأحيانا في ناس بتفكر انها تروح تقعد وتقيم في الموقع. لو راح وقعد وهو ما بيشتغلش بالزراعة، هل هيكون عنده مجالات للعمل في مجال تاني غير الزراعة؟ يعني يبقى عنده أرضه الشركة بتشرف له عليها وبتتزرع وبيجمع المحصول وآخر السنة بيبيعه، وفي نهاية السنة الستة والسبعة والثامنة وبعد كده يبقى المحصول يوصل للطن، الأرض دي تقريبا زي ما حضرتك بتقول الفدان يجيب طن يعني 50-60 ألف جنيه، يعني الأرض كلها تجيب 250 ألف جنيه في السنة، وهو في نفس المجال بيشتغل في مجال صناعي تابع للشركة، يعني يكون عنده عمل تاني في نفس المكان بس في مجال الصناعة مش في مجال الزراعة، والسكن بتاعه موجود، يعني بعد 3 سنين أو 4 سنين من الآن يكون عنده أرضه مزروعة الشركة بتشرف عليها، يكون عنده عمل الشركة بتوفره له في مصنع من المصانع اللي الشركة هتقيمها على الموقع، يكون عنده السكن بتاعه اللي هو ال 500 متر اللي الشركة هتوفرهم له يبني فيهم السكن بتاعه، يبقى المكان متكامل. فاحنا عايزين نوضح للناس ان فعلا في صناعة وفي شغل وفي فرص عمل كتير في الفترة الجاية هتوفرها الشركة. يا أخ إسلام، المشروع ده ربنا هدانا ليه عشان الناس اللي انت شايفها عمالة عندها 12 مليون بني آدم شباب، احنا دولتنا شباب معظمها من الشباب، الشباب بيروح فين؟ بيروح يهاجر يضرب الرصاص ويرجع، لأن هجرة. انت بلدك دلوقتي فيها مجال ليك زي ما انت قلت، المصانع والمعامل اللي هتعمل مين هيشتغل فيها؟ شباب. تمام. انا لما كنت صاحب ارض هناك وعندي متعالى عن انا كمان لما عصرت ديا وصدرت اللي صدرته وعملت اللي عملته، انا عندي كميه ضخمه من الكسب اللي ينفع لعلف الحيوان في 30% بروتين، النص التاني بعد العصر. يعني احنا انا بقول لك الاسعار اللي بنقول عليها ديا ده اسعار زيت، لكن خد خلي ده بقى بتاع التكاليف والمعيشه والبتاع والباقي انت بتوفره، عندك 50% طالع كسب. يعني البذور اللي حضرتك وريتها لنا دي يا دكتور، دي لما تتعصر يبقى نصها زيت، ده اللي احنا اتكلمنا عنه. أيوة. في الصناعات. النص الثاني بيبقى كسب. النصف الثاني ده مهم زي دوكها بالظبط، لان سبب واحد، النص ده فيه الكسب بيحتوي على حاجتين. الكسب ده ممكن يتعمل كومبوست، لو قلنا هنرميه خالص كومبوست، غذاء برضو للنبات، او نستعمل اعلاف، اعلاف مركزات اعلاف، مركزات اعلاف للخيل للسمك والحيوان والدواجن، كل ده هيبقى مشروع انتاج حيواني كبير في هذه المنطقه، يدي فرص عمل للشباب والناس اللي شغله
وانا بدعو كل واحد من الشباب الصغير، الشركه بتعرض واحد واحد وربع فدان للشباب وما بتاخدش منه فلوس، تقول له تعالى اشتغل وتشتغل وخد بنص فوق اجرك سيبه عشان تكمل تشجيعا من الشركه لان تشغل الشباب. احنا المشروع بتاعنا مش بنزرعه وبس، لا ده بنجد له تصريف خارجي، والحمد لله زي ما قلت لك فيه طلب كبير جدا على الجوجوبا. يعني مش العمليه مش نبات، يعني مثلا احنا عندنا في نباتات الفاكهه ساعات ما تجيبش قيمه التعب فيها تمام، والناس بتخلعها، لكن احنا عندنا محصول استثمار ل 150 200 سنه للاجيال المتعاقبه. وكل وانا بقول لك احنا انتاجنا ارخص انتاج، يعني مش خايفين من منافس، ازرع زي ما انت عاوز وبعد كده بشغل ناس بتعمل صناعات. المجتمعات اللي بتتعمل دي هيبقى فيه بقى الشرطه والمستشفيات والمدارس، فانت بتخلق مجتمع عمراني وتبعد عن الدلتا والوادي اللي هو تشبع بما فيه، واصبحت المواضيع الناس كترت هناك وعاوزين ينتشروا، فلا بد فاحنا بنجد لهم المخرج. المخرج فين؟ لابد يكون في الارض الصحراويه مش في الارض الخصبه بتاعتنا بتاعت الدلتا، كفايه عليهم كده ونتجه جميعا الى الصحراء، ويكون قدامنا هدف زراعه الجوجوبا. البلاد العربيه كلها زي ما انت شفت بتوع المغرب، احنا قلنا خطه مليون، هم قالوا خطه مليون، واللي عمل كده مصري. تمام، اللي عمل كده مصري، فاحنا موجودين وبنفكر وعندنا الامكانيات، والحمد لله الشركه بتاعتنا دلوقتي احنا مش ملاحقين على الناس اللي بيجوا يطلبوا مننا يدخلوا في المشروع من الشرح اللي بنشرحه عن الجوجوبا وفوائدها والتصنيع، كل الحاجات الطبيه ومستحضرات التجميل هيتعملها معامل ومصانع، فده مشروع فعلا هو ده الحلم اللي احنا بنحلمه. طيب يعني حضرتك بتتكلم دلوقتي بتقول ان المشروع يعيش 150 200 سنه. مظبوط، ومعنى الكلام ده ان اللي هيساهم معانا النهارده في مشروع الشركه المصريه مع الشركه المصريه ما بيساهمش لنفسه، بيساهم له ولاولاده والاولاد اولاده. وانا قلت دايما يا دكتور سعد ان مشروع زي ده اللي يكون عنده مزرعه زي دي مع موقع الشركه المصريه كانه بالظبط عنده بير بترول. مظبوط، تمام. لما يعيش 100 و150 و200 سنه، انا دايما بعلن عن الحلقه على صفحتي على فيسبوك، فاحد الاصدقاء بعت لي رساله خاصه بيقول لي نفسي اسال الدكتور سعد سؤال. ايوه، بعد العمر ده كله ايه اللي خلى الدكتور سعد يسيب كل مجالات الزراعه ويخلي كل مجهوده وكل وقته لموضوع الجوجوبا بس، انقطع للجوجوبا فقط لا غير؟ الحقيقه احنا مكتب استشاري في جميع نشاطات الزراعيه. تمام، عندنا في كل محصول استاذ متخصص فيه، في الزيتون، في الرمان، في المواضيع دي. احنا لما جيت ادرس المواضيع دي كلها في المكتب، ان اقتصاديات كل حاجه ومعيشتها وحلها والطلب عليها، وقارنت بين كل انواع الفاكهه والنشاط الزراعي اللي موجود عندنا بما فيه حتى القطن كمحصول قومي. تمام، لقيت ان احنا دخلنا في مشروع العالم كله زي الاحصائيات اللي احنا قلناها دي بيطلبه ومحتاج ليه، لانه ما هوش مشروع بدي فايده واحده، ده فوائد متعدده لنواحي متعدده وفلوس من جميع الجهات. احنا قلنا 50 جنيه، 50 جنيه جايز تتضاعف ل 200 جنيه بعد النهارده، وصل 100 و120 جنيه. احنا لما نعطي تقديراتنا بنعملها على ادنى حاجه. تمام، عشان ما نقولش 100 جنيه، لا انا خلينا في 50 جنيه. فانت لما يجي واحد بعد 7-8 سنين عنده 5 فيادين بيجيبوا له ربع مليون جنيه وبتزيد سنويا بعد السنه الثامنه والتسعه، فده بيامن مستقبل ولاده، مستقبل احفاده واولاد احفاده. احنا كمان ما نبصش لكده، يمكن لو قسمنا المبلغ ده شهريا على المزرعه، المزرعه دي هتجيب له كل شهر من 20 ل 25000 جنيه. دلوقتي احنا دلوقتي في حاجه ماسه دلوقتي، ان احنا الاخوه احنا كمصريين نبقى عندنا عمله صعبه، وده تجيب عمله صعبه. تمام، زي البرنامج بتاعك الدور اللي فات بيقول الرز في السعوديه كتير، طب السعوديه ما بتزرعش الرز،
لكن عندها كل الانواع، كل حاجه، مفيش نوع في العالم مش موجود في السعوديه، لان في عمله صعبه موجوده. بس يعني انا بنتج حاجه مش بتجيب لي فلوس مصر هنا ببيعها هنا، لا ده انا بنتج حاجه اقدر اجيب الفجوه ال 50% دي حتى لو ما زرعتش الحاجات اللي بتاعتنا دي. تمام. انا بجيبها من الفلوس اللي بتجيلي عمله صعبه من بره، انا بمشي متوازي، بنت بسد الفجوه زي الانتاج الحيواني بتاع ده اللي هو يعني في عندنا محصول جابه المهندس حسام من السعوديه البونوبانك ده. البون ده تاني، ده محصول رعوي ينفع في هذه الارض الصحراويه، تحمل الجفاف وتحمل العطش وتحمل الملوحه، وعندنا الكسب وعندنا نبات، فاحنا ممكن في هذه المنطقه نتوسع في زراعه وصناعه مستحضرات، كل حاجه نتوسع فيها من هذه المنطقه، واحنا في الاخر الميزان التجاري بتاعنا هيتعدل، احتياط النقد هيتعدل، بنساعد التنميه في مصر. احنا بنساهم. قلت لي ليه بنفكر في ده؟ احنا سيبنا، انا شخصيا سبت كل حاجه ومركز على هذا المشروع لسبب له، لان انا تطلعت الى العالم حوالينا والاحتياجات والاسعار، لقيت ان هذا المشروع هو اهم مشروع لمصر ورابد انها. وبالمناسبه كان في زياره مع سياده الوزير في وادي النطرون في الشركه المصريه للدواجن ومزارعين الزيتون، وانا عرضت فكره صغيره عن احنا بنعمل كذا كذا وبالطاقه الشمسيه، وطلبت من سياده الوزير ان هو يجي يزورنا، يزور موقع الشركه، يزور موقع الشركه. والحقيقه هو ابدى استعداد، ابدى استعداد ومحتمل، وهيكون متواجد ان شاء الله محتمل في بدايه شهر فبراير الشهر الجاي، في الشهر الجاي، في محتمل في اول الشهر هيلبي ويطلع. وانا الاستاذ الدكتور ايمن فريد ابو حديد، احنا نفخر ان ده يكون الراعي الرسمي والقائد لمشوار زراعة. كل يوم بقرا في اول ما بقرا في الجرايد تربيه الحيوان، الاعلاف، اسماك الزراعه، مهتم جدا عمليات التمليك والتقنية وتسهيل عمليات زراعه الارض. يا احنا في اخر حاجه، في هناك كان معانا مدير المشروعات الزراعيه قال ان مش هتمر سنه اللي جميع الناس اللي زرعوا الارض صحيح احنا هنقنن لهم الارض كويس، فده يشجع الناس، لان الناس كانت بتزرع ومحدش بيملك. لا يا عم ازرع. وسياده الوزير يعني احنا بنعتز بيه ونفتخر بيه، لان هو بيساعدنا على يعني افرح زرعنا وعملنا وجم في بعض الاماكن بيشالوا الزراعات دي وشالوا الحاجات دي وخربوا، ده هو بيبني بالطريقه دي، بيبني ازرع وانا هقنن لك الارض. احنا حتى انا بطمن الناس اللي خدوا من العملاء بتوعنا، انت دلوقتي في ايدين امينه وبتاخد الارض مزروعه، وبعد الارض مزروعه احنا بنقوم لك بتقنين. تمام. تتملكها، فما فيش يعني ما فيش واحد يقدر يتاخر عن هذا. احنا عندنا حلقه كامله في اجراءات التمليك والتقنين. أيوة. مع المستشار القانوني للشركه المصريه الاستاذ عبد السلام المصري. بس برضه اكمل اسئله العملاء والمتابعين لنا على صفحتنا على الفيسبوك. معانا سؤال بيتكلم عن نوعيه الارض، بيسال ايه هي نوعيه الارض اللي ممكن نزرع فيها الجوجوبا، وانا هضيف للسؤال تاني اضافه تانية، مميزات موقع الشركة المصرية في منطقة المغرة. هسمع إجابة حضرتك ولكن بعد هذا الفاصل. فاصل ونعود لحضراتكم مرة أخرى. الأوطان في نظري يا بلادي، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل. قبل الفاصل دكتور سعد كنت بسأل حضرتك في سؤال عندنا بيتكلم عن نوعية الأرض الصالحة لزراعة الجوجوبا، وقلت لحضرتك أنا أضيف للسؤال مميزات أرض الشركة المصرية في منطقة المغرة. شوف لحسن الحظ احنا عندنا أرض نموذجية لزراعة الجوجوبا، هي بتزرع في الأرض المهملة الهامشية، لكن لحسن الحظ عندنا في المنطقة بتاعتنا الأرض رملية طمية إلى طمية طينية، الأرض ممتازة وخصبة ومسطحة، فاحنا عندنا الأرض عندنا ممتازة. تمام.
غير كده الملوحة بتاعتها مش عالية قوي، من 2000 ل 3000 جزء في المليون. أرض عميقة. يعني إيه عميقة؟ يعني فيش حجارة، يعني تمتد من 120 إلى 150 سنتي عميقة. لأي ده بتساعد على نمو الجذور واندفاعها إلى باطن الأرض، حتى أن بتتحمل العطش لغاية سنة من الجذور. فعندنا الأرض اللي بتسمح لها بكده. وعندنا كمان الميزة التانية اللي بيعاكس التجربة، المستوى الماء الأرضي المرتفع. فإحنا عندنا مستوى الماء الأرضي واطي منخفض. دي من مهمة جدا، لأن شجرة بتعيش 150-200 سنة. هي وبتنزل بقى الجدر بتاعها، يعني هي قبل ما بتنبت تكون نزلت الجدر وجريت. لما حصل في عندنا مشاكل صقيع وبرد وبتاع، الشجر دلوقتي الجماعة اللي جابوا الأفلام من هناك، الشجر لسه عايش. علم موجة برد وصقيع ما كانتش متوقعة، والناس قالت المحصول ضاع. أنا اللي أنا شفته النهاردة قبل ما أجي من الفيلم موقع. من الموقع، أنا بقيت مبسوط جدا، لأن بعد هذه الموجة لسبب واحد، لأن الجدر بيمتد وتفرعت منه بعد ما غطناه، تفرعت النباتات وبقت خضرة. وربنا إن شاء الله يجمل علينا كل الأسابيع اللي جاية كل الأرض تكون مخضرة، والناس تشوف ده على الطبيعة في الزيارة. فالأرض مناسبة جدا للزراعة، والمية مناسبة جدا للزراعة. الموقع نفسه لما يكون جنوب العلمين أو جنوب الحمام ب40 كيلو، وبينه وبين البحر الأبيض المتوسط 56، هذا الموقع الفريد. ممكن احنا عمالين نتكلم عن تكدس السكان، احنا بننتشر بعيد خالص عن الوادي، وبنخلق لناس فرص عمل. فاذا احنا دلوقتي متجهين اتجاه سليم، في الموقع السليم، في المكان السليم. عندك العلمين دي هتكون محافظة، واحنا هنبقى قرية او مدينة محافظة، مقرر لها محافظة. الضبعة بتعمل فيها اكبر مشروع للطاقة النووية، مفاعلات. فالمنطقة بتاعتنا هتنمو. في عندك مجلس التخطيط العمراني في منطقة اللي احنا فيها، اللي هي المنخفض القطار على بعضه كده، في حوالي 6-7 مليون فدان. دول داخلين في خطة التنمية الزراعية. فاحنا المنطقة مش هتختصر علينا، كل الألواح بتاعتنا 230 ألف فدان في المغرب. في المغرب فيهم 60 ألف فدان هيتزرعوا على المية. عندنا خزان مائي متجدد في المغرب، وفي بحيرة 4 كيلو كانت موجودة فيها كسبان ربلية وفيها أثار زراعية، هي بحيرة ملحة ده. وعندنا أثار من الزواحف وأكلة اللحوم وده ترجع. طيب احنا يعني عايزين، عشان الوقت بدأ يعني ينتهي، برضو يعني في اسئلة كتير هقول لحضرتك. ان في احد الشباب بيسأل حضرتك سؤال، لو انا عايز اشارك في مشروع زراعة الجوجوبا اعمل ايه؟ ايه الخطوات اللي ممكن يعملها عشان يشارك معانا في الشركة المصرية، وعلشان يكون واحد من المساهمين ومن العملاء ومن الناس اللي عندها امل انها تعمل حاجة لمصر ان شاء الله مع الشركة المصرية في موقع المغرف مدينة الخيرات؟ احنا بنرحب بكل مصري او عربي ان يجي يساهم معانا. الموضوع يجي سيادته يتصل بينا في الارقام موجوده معانا على الشاشه حضرتك، يتصل بينا ويسال، واحنا متواجدين. ما فيش ورانا غير كتيب الدفاع عن الجوجوبا وتعريف الناس باهميتها وايه اللي احنا عاوزينه. وبعد كده احنا بندي الارض مزروعه عشان التقنين اللي قلت لك عليه. تمام، مزروعه. شوف بعد كده احنا عملنا حاجه مهمه جدا، ان احنا الارض دي ما ده المحصول ده محصول بيدي طاقه، بترول ونفط وسولر، بنطلعه بالطاقه. فيش تلوث بترول ده، بترول طالع ما فيش انبعاثات حراريه. طب هسال حضرتك في موضوع البترول بس هكمل موضوع الشاب. يا جماعه اي حد عايز يتواصل مع الشركه المصريه بيتواصل من خلال ارقام التليفونات اللي موجوده دلوقتي امام حضراتكم على الشاشه، بيتصل بالتليفون بيعرف كل التفاصيل اللي هو عايز يعرفها عن المشروع وعن الشركة وعن الموقع وعن طريقة سداد مصاريف الاستصلاح والزراعة، أو يتواصل من خلال عنوان الشركة 70 المريوطية فيصل أبراج النيل، 70 المريوطية فيصل أبراج النيل.
الشركة المصرية زي ما قلت قبل كده كتير وبنقول دايما ان الشركة ما بتقفلش الباب قدام حد، ما بتقولش لحد لا مش هينفع تتواصل معانا او مش هينفع يكون لك ارض عندنا، ممكن حضرتك تتعاقد على فدان وربع دكتور سعد. أيوة. او فدانين ونص. او اربع فدادين الا ربع. أيوة. او خمس فدادين. مزبوط. والسبب في التقسيمة دي ان كل فدان وربع له محبس لوحده. أيوة. فممكن حضرتك تاخد مساحة فدان وربع، اتنين ونص، اربع الا ربع، خمس فدادين، 10 15 20 زي ما حضرتك تتعاقد. شركه بتخلي حضرتك تسدد مصاريف الاستصلاح والزراعه بالتقسيط، ثلاث سنين بالتقسيط بتدفع على ثلاث سنين. الشباب اللي عايز يشارك مشروع الشركه المصريه ممكن ياخد فدان وربع، الشركه تزرعه رمان. ايوه. ومن خلال ثمن المحصول حضرتك بتسدد اقساط للشركه، تسدد ثمن الفدان وربع ده على ثلاث سنين، في خلال ثلاث سنين في المواعيد اللي حضرتك ممكن تحددها للسداد مع الشركة المصرية مفيش أي اعتراض. النقطة الأخيرة اللي عايز أكلم حضرتك فيها دكتور سعد، إن إحنا دايما بنقول إن الجوجوبا بيستعمل كوقود حيوي وبيوديزل. النهاردة وإحنا بنعاني من مشاكل في السولار وفي البنزين وفي الوقود في مصر، ممكن لبلد زي مصر أو غير مصر يعتمد على الجوجوبا كبديل للوقود؟ أنت أنتج ما 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 يساعدك على الحصول على الطاقة اللازمة، عندك الصحراء واسعة والمية موجودة، واحنا بنستغل طاقة الشمس، ممكن نتجه الى ناخد تحليل مية البحر دي واخد مياه منها، لان احنا عندنا الطاقة الشمسية بتولد لنا كهرباء ممكن نعمل بها كل حاجة مستقبلا، مش هقول لك دلوقتي تبقى مكلفة، لكن مستقبلا ممكن نعمل تحلية المياه المحرة في البحر. وعندنا الفرشة الكبيرة، الفرشة الكبيرة عبارة عن ايه؟ صحراء مصر، صحراء مصر كبيرة وممتدة، عندنا الطبيعة وعندنا الطبيعة وعندنا المناخ عندنا الناس وعندنا الشمس وعندنا الايدي العاملة. ايوه. لكن احنا محتاجين احنا من جوانا احنا اللي نتحرك، لازم نتحرك، يبقى عندنا ارادة ان احنا نعمل مشروع محترم يساعد البلد ويساعدنا احنا كافراد ويساعد اقتصاد مصر كلها. وزي ما بنقول دايما ان الربح في المشاريع دي ربح شبه مضمون. ايوه. الارباح مضمونه وان الشركه بتشتري المحصول. ايوه. ومفيش اي تاخر من الشركه في مساعده العملاء او اللي عايزين يساهموا في مشروع الشركه المصريه. اطلاقا. طيب انا في نهايه الحلقه بقول لحضراتكم ان الموضوع فكره اتولد كفكره، وان الموضوع كان حلم، والنهارده اصبحنا الحمد لله بنخطي خطوات سريعه جدا ان الحلم ده يصبح فعلا حقيقه. مشروع الشركه المصريه بيعتمد على نبات، نبات اسمه نبات الجوجوبا، وزي ما عرضت لحضراتكم في اول الحلقه مع دكتور سعد، هي البذور البسيطه الصغيره اللي انتم شايفينها دي هي اشبه بالفول السوداني يا دكتور سعد، او اشبه بالزيتون، قريبه من حجم الزيتون اللي انتم شايفينها دي كده قدامكم، ده بذور الجوجوبا منتجه. الجوجوبا دي لما يتم عصرها ايوه يبقى 50% منها زيت و50% منها كزبة. ايوه. قلنا مشروع الدكتور سعد وفكرة الدكتور سعد زراعة مليون فدان جوجوبا في مصر، لو تم زراعة مليون فدان جوجوبا في مصر بحد أدنى المشروع ده يدخل كل سنة مصر تقريبا 50 مليار جنيه. بقول لحضراتكم لازم كلنا نشارك ولازم كلنا نساهم ولازم كلنا نسعى، الشركة المصرية لن تتأخر عنكم أبدا، موضوع مفتوح للجميع بكل الإمكانيات، أصحاب الإمكانيات العالية اللي ممعوهمش اللي معاهم اللي عايزين يبقى عندهم فرص عمل، الشركة المصرية مستعدة لمساعدة الجميع من خلال مقر الشركة 70 المريوطية فيصل أبراج النيل، أو من خلال الاتصال على أرقام التليفونات اللي ظهرت أمام حضراتكم على شاشة قناة الندى الفضائية ومع برنامج الحلم. في نهاية هذه الحلقة أشكر الأستاذ الدكتور الخبير الزراعي الدكتور سعد أحمد مصطفى. شكرا. شرفتنا ونورتنا دكتور شكرا سعد. شكرا أخي إسلام. وأسأل الله عز وجل أن يجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وكما أقول دائما، اللهم يا محول الحول والحال والأحوال، حول حالنا جميعا إلى أحسن حال. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، يا بلادي حب
حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري. حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.